أعظمهما يشجي الغيور دخولها في مجلس مع بارحة لهوى زينب احتارت يوم شبوا بالخيام نار طلعت وياها الحريق مصغار وكبار اخوي اقبل علي الليل وازدادت الوحشة انا ما اشوف غير ايتام تتصارخ وشيخ العشير حسين ما حد شال إلهي بالغريب المسموم يا الله عجلني وليك الفرج يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحج اشوف عندك حالة بعد بيتين واختم بارك الله بك مغضية حاجتك ان شاء الله لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل دمعي دماء أنا وانت شفنا بالكوفة العجب راس أبونا بيوم بالسيف انضرب شفنا طيحة حيدر في العراق خويا وصارت الدنيا علينا مظلمة واحنا لحضرنا الحسن بجنازته من سمعنا بجعده يوم لسمته شفنا طشت الليل فاض بيه كبدته وصارت الدنيا علينا مظلمه وانا وانت تحت حر هاي الشمس شفنا جاسم لابس ثيابه العريس لكن ثوب العرس بالدم من غميس وشفنا جفة اللي تحنى من الدماء وانا بالطف صرت اركض نايحة وشاهدت عينك على كبر شابح خويا ممدد وتقرا عليه الفاتحة وتنظر الجثة لصفة متخدمة وانا وانت
يا من العيون ضوى ضوى هالمصايب كلها شفناها سوى لكن وحدي شفت شوفة بنينوى شوفة منها صحت يا ريت العمى شفت راسك عالرموح لأندوب أنك صباحا ومساء ولا أبكينا عليك بدل الدمع دمع يا الله